ما الآثار المترتبة على سوق النفط العالمي بشكل عام؟ هذا ما سوف نناقشه مع ضيفنا من الجزائر عبر الهاتف السيد نبيل جمعة المحلل الاقتصادي. سيد نبيل، نرحب بك. يعني بشكل بسيط، بقراءة سريعة، ما انعكاسات هذه الخطة حال فرضت على أسواق النفط العالمية وعلى مستويات الأسعار؟ هذه الحالة نفسها كما يقول لك نفس هذه الحالة لتسقيف الأسعار هي كانت حتى الولايات المتحدة والدول الغربية كانت لا تقبل في السابق بتسقيف الأسعار، كانت تقول لازم السوق هو اللي يحدد السعر. واليوم كي أصبحت هذه الدول الغربية في ورطة، أصبحت تريد فرض على روسيا هيمنتها في السوق النفط، لكن روسيا لا تقبل هذا. لماذا؟ لأن كل الإجراءات التي تتخذهم الولايات المتحدة هي إجراءات ضد روسيا وضد، لهذا اليوم السوق النفطي لازم اليد الخفية اللي كما تكلم عليها جون مينار كينز، اللي قال لك لازم السوق عنده يد خفية، العرض والطالب، وليس هنالك هيمنة. أمريكا تريد بسط هيمنتها على الأسواق النفطية. لكن السيدة سيمبسون وهي مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيد نبيل تقول إن الخطوة ستستهدف فقط عدم انفلات الأسعار بشكل كبير، هي لا تتدخل في آلية التسعير كما تفضلت، ولكنها تحدد أو تلجم الأسعار يعني درءا لانفلاتها بشكل كبير. لا، الأسعار ما راح تزيد انفلات كبير. لماذا؟ لأن في مؤتمر أوبك بلس كان هنالك اتفاق بسعر متوازن بين 120 دولار و100 دولار. كل دول أوبك بلس تتكلم على سعر يتراوح بين 120 و100 دولار. أمريكا كانت تبيع النفط في الحرب العراقية كانت تبيعه ب 140 دولار. لهذا اليوم أوبك بلس تتكلم على سعر يتراوح بين 100 و120، ولا تسقيف ولا هيمنة. لهذا اليوم السوق هذا لازم تعمل فيه اليد الخفية اللي تكلم عليها جون مينار كينز، هو أمريكي وليس روسي. لهذا اليوم روسيا تطلب باش يعودوا إلى السوق، والسوق هو بين العرض والطالب، وخاصة أن الطالب على النفط البرميل في اليوم بعد ما كان 86 مليون اليوم طالب ازداد وتجاوز 100 مليون برميل في اليوم. لهذا الأسعار كما يقول لك ترتفع، لكن التسقيف غير اقتصادي وغير هذا التسقيف سياسي من عند الولايات المتحدة حب تفرض هيمنتها على أوبك بليس. هل تعتقد أنه لهذا ربما يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه سيختبر هذه الخطوة لمدة حوالي 3 أشهر قبل إقرارها أو قبل تطبيقها بشكل كامل، يعني يعطي لنفسه فرصة حتى يختبر الأسعار ويختبر الأسواق وردة الفعل؟ الاتحاد الأوروبي لا يستطيع فعل شيء. الاتحاد الأوروبي يتبع خطوة أمريكا خطوة بخطوة. لهذا شفنا الرئيس الفرنسي ماكرون كان تكلم واشتكى من أسعار الغاز اللي تبيعهم أمريكا، تبيعهم بسبع مرات السعر تاعها. لماذا أمريكا لم تسقف سعر الغاز في بلدها؟ لهذا احنا لو نعودوا، أمريكا تريد الهيمنة. واليوم بعد التكتلات الروسية والصينية وتكتل بريكس، لا تستطيع أمريكا الآن الهيمنة على العالم، خاصة في الجانب الاقتصادي.